سؤال على السوشيال ميديا بنسأل الجمهور، جمهور النادي الأهلي تتوقعه مباراة الأهلي وكونفدرالية سيتي هتنتهي كام؟ سريعا كده نشوف مع حضرتك توقعات الجمهور. محمد زيزو بعت لنا وقال لنا مساء الخير، بإذن الله النادي الأهلي هيفوز 2-0. إسلام محمد بيقول 2-0 صلاح محسن وإسلام محارب. عمر عزت قال لنا الأهلي إن شاء الله هيفوز 2-0 صلاح محسن وناصر ماهر. محمد معين بيقول 2-0 وليد أزارو وناصر ماهر. إسلام عمرو بيقول 2-0 للأهلي أزارو وناصر ماهر. 3-0 للأهلي، ده رأي أحمد أبو العلا، أزارو وناصر ماهر صلاح محسن. مصطفى ماهر قال لنا 3-0 ان شاء الله للاهلي، علولو ازارو وصلاح او محارب. احمد العشري بيقول الاهلي اكيد هيفوز بثلاث اهداف، صلاح محسن ازارو وعلي معلول. محمد فتحي بيقول 3-0 للاهلي، واحلى مسي عليك يا شيم، الله يخليك يا محمد. احمد سعد بيقول مكسب الاهلي ان شاء الله. وكمان على الانستجرام فاروق قال لنا 4-0 وهيكون فوز اعتباري. احمد محمد بيقول ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0. اسلام محمد بيقول 2-0 للنادي الاهلي. الاعتباري ده عشان نقول له الاعتباري ده لو حصل مباراه ينسحب حد فيعتبروها فوز اعتباري، لكن لا، ده الاهلي سيلعب وسيفوز فوز ان شاء الله باذن الله. كمان رضوى اخيرا قالت لنا ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي 2-0 عشان نبتدي طريقنا لنجمه القاريه 9، وبالتالي هنزود عدد نجوم النادي الاهلي ل 13 نجمه ان شاء الله. عمر طارق قال ان شاء الله الاهلي 2-0. دي كانت بعض